الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، والحمد عليك اخي زهير. وصحيه البريس بريس تساند كل شيء، لا اللي مظلوم ولا اللي ما ظالمش، تيجي هي صحيح فين تيجي وديما معنا وديما مع الجميع. الله يسخرك. ان شاء الله جوج اسابيع مول العيد ان شاء الله وثلاثه حراك. فواد جيت ساكن نهار 19 ان شاء الله في الشهر هذا. هذا ماذا شي اسبوع كذا. السبب هو ما تيجيوش المحامين ديالهم. ما تيجيوش وتيتعذبوا هذوك تيتعذبوا دابا ما تيجيوش المحامين ديالهم وتيتعذبوا سميتهم هذا الجمعية ديالنا. الله يكثر خير اللي وقع مع الجميع. في السباعين الله يكثر خيره والجمعية أخرى البحر حتى هي جوج تيجيو ما تيحضروش المحامين ديالهم. وهاد الجلسة التالية ما حضروش الجمعية. دابا راه صيفطوا لهم باش يكونوا كلشي حاضر إن شاء الله نهار 19 إن شاء الله. وعلى هادشي هذا خصو ينقص هاد السبان وهاد التعراق وهادشي هذا. ها هو السبب ديال المرة ديالي. هاي هذا طلع عملي. أنا تفقصت على آية والسبان وهذاك الشيء من تحت. الله يسلم. ما وهي تزوجت هو جاب الله شي ود الناس كانوا ثلاثة جاو. ها هو جا ود الناس اللي سترى الله يسترهم. الله يعطي تاوي لهم ويخليهم. هو حنا درنا معاهم أي حاجة ما بغاوش. بغا يدير لهم محتوى ما خرجوا لكل شيء. شوف شحال صور الفيديوهات وشحال ديال هاد الأوصال المشوهات الاصل. درنا معاهم اللي بغاو. درنا معاهم طلعنا عند المحامي درناها بنتك درناها كل شيء. طلب لهم هي 3000 درهم ولدي 3000 درهم. قلت انا خلاص 3000 درهم 3000 درهم ويجمعهم وكل شيء. ما تصفقوش بغا يديروا محتوى وحنا ما عارفينش لا عندهم قناه وما عندهمش. وبغا يديروها وصوروا الاموال غاطيه داروا البراطم وداروا السخط الموسخيط الحرام ضرب الاعراض ديال عباد الله. هيا خلاطه هيا كلشي هيا تمشي للشيشه هيا تمشي لهادي. ما سمعتش لافير كله يدير كشهود يطلعوا كلهم من المحكمه. باش نحن ما معروفينش في لافير كاحنا ولا في السنتر فيل. الشيشات قدامنا كلشي على كان تا تمشي للشيشه. وجهه ديال الشيشه صافي. انتم دار المحتوى هو جاب لها والله ود الناس هو داها سرها. انتم بقيتوها ها الحرام. كلشي ناضل مع خويا زهير. كلشي الحمد لله. الناس كلها شوف الحمد لله كلشي ناضل وكلشي يدوز هاد الطريب وكلشي بقى بالي وقف معاها وكلشي وقف معاها منو الخزان هو مسكين. ها حتى هو الله يطلق سراحو. انت سمعت انا طاعت نسبك. حتى هو مسكين. ها انت شوف فين صدق يحاول من هادشي هذا. راه حشومه هادشي هذا عيب. لا 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 صافي. لا ما وقفاش قال لها انت اللي بغيتي الاختيار ديالها. علاش لا دايره هي المحبه للناس وكلشي اللي كانت يوقفوا معاها. صافي المتبعين ديالي كانت يوقفوا معاها وقفوا معاها وقفوا ما كاينش. ماديا من هذيك الجمعيه ديال الهيئه الله يكثر خيرهم منها غيثه مسكينه على برا حتى هي خسرت الاموال ماشي ومازال دابا واقفه معاها حتى النفساني ها كلشي. وكانت هذه البنت هذه راه كانت خرجت حماقت ولا شي حاجه وكانت متسحرات فهمتينا اختي. عواقب كثيره ونقسم من هادشي. هادشي راه ما صالحش. هادشي سبني ونسبك سبني ونسبك. ها يا خاوة تيسبني ولا خوتي يسبني ولا خوتي يسبني وشي ما صافش. والله ما صافش. ولا المحتوى اللي كان يطلع المشاهده او الاكسس هو الضرب الاعراض. الضرب الاعراض هو اللي تيطلع هذاك الشيء. شوف الضرب الاعراض هو اللي تيطلع هذاك الشيء. فيو سيمانه هو شرا برطمه. سيمانه هو شرا ارض. ايه او الحرام ضرب على ذريعاتك تخدم على راسك وتوكل على الله. ودير شي محتوى اللي زوين ونديرو غير المحبة. هاد اليوتيوب هذا ديرو غير المحبة للناس.
ماشي الاعراض سبني وسبك خرج عليا طاط 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 وقد ديروا لك الاموال الحرام. وكتتوقع شي نهار غيدخل لهاد العالم الاحمر هذه يوتيوب غتبان مع كلمات ويوقع هاد المشكل يعني كيف شي نهار غيبقى لكم هاد المشكل بحال هكا. الله خير سي ما كنت عارف لهاد الشيء ما عرفت انا هادشي اليوتيوب ما عرفت حتى شي حاجه. وتعلمت وليت تنعرف هذا الشيء حتى هما براسهم ما كنتش عارفهم عندهم اليوتيوب. قلنا معاهم اي حل وما بغى يخرجوا لهذا الشيء. هما بغى يخرجوا لهذا الشيء باش يصوروا الاموال. ها هو خرج لي على البنت وصوروا الاموال. الاموال اللي ما دايراش. يا لا حول ولا قوه الا بالله. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.